طيب خلينا نشوف التقرير التالي اللي يتحدث عن الأهلي أمل الكرة السعودية الوحيد. ليش تركي شديد وحسام الكاشف؟ ثلاث فرق سعودية تتنافس لخطف اللقب القاري، وطموحات كسراب بدأت تتلاشى كلما اقتربنا من الحقيقة، والحقيقة كانت طموحاتنا أن نرى نهائي سعودي خالص بين فريقين سعوديين، ويحتضن اللقاء قلب هذا الوطن الغالي العاصمة السعودية الرياض. الهلال والاتحاد والأهلي، وكذلك المشارك في كأس الاتحاد الآسيوي الفريق الاتفاقي الذي خرج من البطولة بعد أن خسر من الكويت الكويتي في نصف النهائي ذهابا وإيابا. وبدأت بالهلال لأنه أول المغادرين بعد أن أقصاه أول الواصلين للنهائي فريق أولسان الكوري الجنوبي بأربعة أهداف في مباراة الإياب، بعد أن خسر أيضا الذهاب بهدف مقابل لا شيء في ربع النهائي. أما الفريق الاتحادي ثاني المغادرين من هذه البطولة بعد أن فاز في ذهاب نصف النهائي على الفريق الأهلاوي الذي قلب تأخره بفوز بهدفين وطار للنهائي الكبير، ولكن في ملعب التاج الكبير في كوريا. دعونا نتخيل، بما أنه لا نملك سوى التخيل، لو كان اللقاء في الرياض وبين فريقين سعوديين، والتفتت جماهير أكبر قارة لمتابعة اللقاء، ناهيك عن حصد العديد من النقاط التي سيكون لها دور في إعادة نصف المقعد الآسيوي المخطوف. تركي شديد، كورة. أبو أحمد، ديربي الآسيوي السعودي كان حديث كل القنوات. صحيح. يعني في الوقت اللي مستوى الدوري عندنا يعني ممل متعب محبط بعض الأحيان، صار الديربي بين الاتحاد والأهلي في مبارتين هو حديث كل القنوات الخليجية، وأنا شفت كثير من برامج يعني يمكن بالنسبة تصل إلى 80% من بعض البرامج هو حديثهم السائد. وحتى بعد فوز الأهلي وتأهله والشغب اللي حدث للأسف، طبعا شقين، شق مع الجانب الفني وتأهله، وشق مع الآخر الأسوأ مع أحداث المشينة اللي شوهت جمال الدوري والرياضة السعودية، إذا لأنها جزء مهم جدا في الرياضة السعودية. اللي الآن احنا نقول الأهلي، والأهلي هو الآن اللي في الواجهة، احنا كنا متعلقين بالأهلي الحين، واللي عليه المسؤولية يجيب هالكاس ويعيد الفرح للشارع السعودي، وعليه المسؤولية. لكن شوف، أنا بأمانة يمكن كررتها كثير ولازم أزيدها اليوم. أنا قلت في فترة أنه وجود اللي موجود في الميدان هو اللي دائما يتحمل المشاكل. صحيح. ويتوجه ويواجه الصدمات أو المشاكل أو العواقع. طارق كيال، أنا قلت أنه لا، لاعب سابق عنده أدوات الميدان، لما جاء حيد بعض المشاكل اللي تحدث في الملعب وقد تؤثر على العمل بشكل عام، وهذه ميزة، والاختيار كان صائب جدا وواصل مع طبعا أكيد دعم من الناس الآخرين، لكن الميدان صعب ترى، مش أي واحد يتحكم فيه، في ناس تنفلت في الميدان حتى هم مداريين، بعيدا عن المباراة الأخيرة، يعني المباراة الأخيرة أكيد لها جزئياتها ما ندخل فيها، لكن بشكل عام منذ أن تولى طارق كيال إدارة كرة القدم بمسمى الحقيقي اللي هو من اتحاد الآسيوي مدير عام كرة القدم، وهذه لها مهام كثيرة وجزئيات كثيرة في العمل، وهو يتقدم بشكل إيجابي في الملعب، وهذا اللي أنا دائما أنشد أقول، من هم في الميدان يجب أن يكون من أهل الميدان. الآن كل الدعوات إحنا صراحة، لأنه الأهلي من كل جوانب ما شاء الله في أجمل ما يكون، ما عدا قلت لك الظهير الأيسر، وإن شاء الله أنها تحل من قبل المدرب ومن قبل كل الناس اللي موجودين وبتكاتف اللاعبين، وعليهم لا يأسوا، عليهم لا يتعجلوا، وهم يعني عندهم مدرب خبير
عندهم إدارة على مستوى كبير، عندهم دعم على مستوى كبير من الأمير خالد عبد الله وكل أعضاء الشرف وأيضا الأمير فهد بن خالد. الأمنيات إن شاء الله أنهم يعودوا بالكأس. أبو محمد، هذا خلينا نقول التعطش الجماهيري من كل الأطياف في السعودية لبطولة قارية، ممكن يكون محفز داعم للاعبين الهلاويين ولا يكون سبب للضغط عليهم أكثر؟ لا، أنا أعتقد أنه تأخذ الجانبين، محفز من ناحية وربما يتحول لضغط من ناحية، لكن أنا من وجهة نظري أعتقد أنه محفز كبير عندما الآن تعقد الكرة السعودية أمالها على 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 نادي الأهلي، فأعتقد أن اللاعبين مستشعرين هذه المسؤولية. أضف إلى 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 موضوع عامل آخر ربما يحفزهم أنهم يقدموا أكثر ما يملكون في سبيل أنهم يعودون بهذا الكأس، اللي هو حافز اللاعب نفسه. يعني يحتاج كل لاعب من نجوم الأهلي أن يدخل طبعا في تاريخ هذه البطولة، هناك لا شك أنه تحقيقها حينقلك إلى 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 بطولة أندية العالم، وأنت تعرف مدى مثلا تأثير هذه البطولة سواء على مستوى القارة أو على مستوى أندية العالم مع النجم، سيلتقي فرق كبيرة ونجوم كبار. الآن بالتأهل فقط لغير زي ما قال لك أبو أحمد صار الحديث الأهلي في الفضائيات كلها، قبلها كان طبعا الديربي مستأثر كما قال أبو أحمد بكل الأمور في الوسط الرياضي، لكن الآن أعتقد جازما أن الممثلنا جاهز من كل النواحي. طبعا أبو أحمد ربما تحدث عن جزئية الظهير الأيسر، الأهلي استقطب الموسم الماضي الظهير أيسر من نادي الفتح، والله وأعتقد أنه هو أبرز المرشحين أنه يكون بديل للمنصور، قد يكون من نادي الفتح. يسأل عن اسمه، تعرف اسمه؟ والله أنا نسيت اسمه، حتى حاولت استعين بأكثر من صديق لحد الآن ما بلغوني بالاسم. إن شاء الله البديل، إن شاء الله البديل فيه الخير والبركة. يعني إحنا كل 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 اللي استعنت بهم أبو أحمد ولا ردوا عليه، يبدو إنه مزينة نسي الاسم، لكن أعتقد إنه من اللاعبين اللي حيعتمد عليهم المدرب في هذه طبعا المباراة. ما نأمل ونتأمل إن شاء الله إنه يعود طبعا الأهلي بالبطولة، يعود بالحلم الآسيوي. في نقطة مهمة ذكرها أبو أحمد ما أبغى أمررها لأن نقطة طبعا في غاية الأهمية. عندنا الآن كانوا يتعاملوا مع مدير الكرة أو المشرف على الفريق بأنه منصب غير مقبول وغير معقول وأنه مجرد منصب استحدثته الأندية السعودية، لكن الآن بالأدلة يثبت طبعا طارق كيار من خلال عمله في النادي الأهلي أنه هذا المنصب مهم دوره ومهم بل مهم وفعال. هناك أندية تخلت طبعا ومن ضمنها الهلال مع احترامي غياب سامي طبعا اللي كان يشغل طبعا هذا المنصب في نادي الهلال أثر كثير. عندك نادي الاتحاد الآن غياب حمزة دريس وحسن خليفة أثر كثير. نعم. عندك الآن في النصر طبعا اسم طبعا مغمور بالنسبة لنا كرياضيين، هناك من يطالب أن يكون مدير كرة نجم. فأعتقد أنا أنه فكرة المدير الفني فكرة جيدة، لكن على مستوى دورينا على مستوى أيضا الكرة السعودية لا غنى عن المشرف على الفريق، وخاصة عندما يكون مثلا مواصفات طارق كيال أو سامي الجابر أو حمزة أدريس، فهل بهم دورهم لا شك أنه يكون إيجابي. ما مسألة تسليم المدرب على أنه المدير الفني وأنه هو المسؤول عن كل شيء أعتقد أنها تفشل عندنا أو هي على وشك الفشل، يعني ولنا تجربة في بعض الأندية هنا في الدوري السعودي. بسيطة تفضل. بس عرقة سامي الجابر أو حمزة ديس أصبحوا يفترض بل يجب أن يكون مساعد مدرب. مدير إدارة كرة القدم مثلا في الهلال كان منصور أحمد مثلا، كان خالد المعجل في الشباب، يعني هذا منهجه. لكن سامي الجابر أو حمزة دريس مسلكهم فني، لذلك الآن سامي وين؟ حمزة دريس للأسف الآن أصبح محلل فقط، بينما ترى حمزة دريس سبق سامي في التدريب في دخول دورة تدريبية هنا في جدة أعتقد. لذلك للأسف الناديين كبيرين ما يعطون مثل هؤلاء اللاعبين أهميتهم في المكان اللي يناسبهم. فاصل قصير، بعد الفاصل نعود لمواصلة الحديث في البرنامج. نيران الخسائر تؤزم أوضاع الاتحاد والشباب،